السؤال هنا، ما فيش حد فينا شعر بوجود الحكم، صح؟ ما فيش حد فينا شعر بوجود الفار، يعني الحكم لم يلجأ ابدا للفار. ده نتيجه يا كابتن هاني، نتيجه ان هناك قراءه لطرق واساليب لعب الفريقين، هناك شخصيه تحكيميه واثقه في القرارات، تفاهم كبير جدا جدا بين الحكم وطاقم التحكيم داخل الميدان وطاقم التحكيم في الفار. بمعنى ايه؟ يعني هي نفس تقديرات الحكم في القرارات داخل ميدان اللعب، هي نفس تقديرات الفار خارج ميدان اللعب. في حالات كتيره جدا يمكن هنشوف الحكم ممكن الفار كان يدخل كابتن اسامه ويجيب الحكم ويراجع ونقف ونتعطل وكده، ولكن هنشوف النهارده ان كان التفاهم كان موجود، شخصيه كان يعني التحكيميه كانت حاضره، فرض شخصيته واحترام اللاعبين ليه داخل ميدان اللعب. في بعض الاعتراضات كانت من لاعبي نادي الزمالك، ولكن هو يمكن كان لابد ان هو ياخد فيها اجراءات، ولكن بشكل عام هو اداء نموذجي رائع للتحكيم على الرغم ان هو حكم غير مصنف في النخبه الاوروبيه. حكم قبل كده كلاسيكو ريال مدريد في الدوري الاسباني، في الكاس ريال مدريد واتلتيكو، في الكاس يمكن دي المباراه الشهيره اللي هو ادارها، ولكن انا بقول ايه يعني غير مصنف، وهذا الاداء الرائع ده يعني هو نموذج. احنا النهارده اتعلمنا